ياشي حلاطلة أولوغو الليبانو يوم الليبان ياشي هبر قدر لا هبر قدر دقال بضن بيقش وابضن بيب ويقيد واح ماشا ما انت دمدمسك كاكا نول حتى مقبان ماشو ذو مدستان سمدي نولك ويرارا عن مارك حسن مره روحو ربي إنو كفا إيديستو نظامك أوفا إيديستو وهي ويف الشلمان ما أنت إنسان بلول شلو ديبو نينك يري حويا مدحوين النقوانية أما نين عيقا كين صدين مارك الله دور تنقو يري فيدرال مقع موياني واحكا لك مدعف يورو مقع كسور ريبيا ووحو روابون لين إن أسيق أطليو حسن أطليو سومال لين حسن أطليو جبلين حسن أطليو قنفر قلبين حسن أطليو وحاسن وعلاقات تغي سنترال غفرمنت وعلاقات تغي فيدرال غفرمنت اللمرويا هاوية تربط برياء يالير هاوية وحو بارتي إلا عدى مجل هاوية وعبو بارتي بيكود عند عوضان وعدي دان هاوية تربط برياء هاوية إلا تربط شيء كيسا حتى سوركرس مبارنين اسكبار دولد نمو ور فيدرال كي لوكين عبد الله يوسف لباتين سنة كور مياه تبال سنة كور وي اوغيهن قابكو اوغمي باي نبع انا اسكلا موير ويهن من دوانا كسوة تغي دولاد فيدرالك باي نبع الوصو يغلالي والله ينوصن دعاسة تاكو شاقن ايضن نوصن ادرن نمان كان واقعان هاوية دولان نمان باعان اوغلونين واعيتا ايا ماشا لامريا ان اوغين هاوية تربط باري محالو داي وعو يقانا بمالي وار فيدرال قفا وحا gaan central government waa laga soo tagay federal government aan la marooya nin walba gurigiisa saas kale markaas aad wuxuu kula qabaa ilbaanahay qabiil dawlad ma noqonayo qabiil state ma noqonayo Soomaaliya qabiil ay ka kooban tahay Soomaaliya qabiil qabiil ay u kala degan tahay qabiil qabiilke wax isku darsaday 4.5 baa la yiri waxa la yiri federal government aan la yiri inuu xasan شيخ محمود وهذا كله عبتو سنترال أتر دادو لا تشتن مالك قبلات أولا ما تشتن وقالو يمت وقالو نو لا تشتن وقالو نو لا تشتن وقالو طالا إذن كامرا بي لعقاتا لعقو اسكسي هاي دورشة دي استيديا دا وقالو محان سمينا لعقاتا وحطو كدر صدا واربعشان عطا فيدرال سنترال غفرمنت وارد عفتي وحي مرويسا waxa la yiraado maxay ahayd een waxa la yiraado waxay maraysaa Frida Maladiir boqortooyo ay maraysaa baash waxa Hassan wuxuu u dhaqmaya qaab boqortooyo ama qaab amirul mu'minin hada walaalow amirul mu'minin ma tihid boqortooyina ma tihide federal government taaye kursiga federaalka ma fadhiisaneysa mis misaajidka ku jiri doonta aniga ma aqaan لكن أرنتا ويغلدنتا اي كونفر قلبات اللي قد دوله ايا الله ربا لقرصده دقاء اللي قليه او بكول اللي قد دوله مرا ربا داتكو حي دهان مدح ويني نماضو وحال الربا هبل هبل شريف حسن نو مدح ويني نماض ننكا وحو لربا ننكا ليرادو محمد عبدالقادر جامع مدحا فرانو اوضا وزيرك قاشان ديك انو صوقفت بكول bakool saldig laga dhigto hadana bakool laga sii duulo waliba kaartada ugu dambeysa raxweyn aqlalaabe raxweyn waxba ogeyn hadii bakool dhaafi waayo dagaal oo maxay ahayd bay la qaban waayo lafta gareen is adaadiyo waxaa loogu talagalay bakool in hiiraan lagu soo daro state hiiraan la yiraahdo la raadinayo hiiraan state oo hudur la yiraahdo hiiraan amar hore laga gooyay state kan kuma jirin maxamed siyaad baran naga goostay raxweynay raali ahaada hudur anaga iska leh laakiin hadalkaas cali jeetmaro ka soo fakaday hadda kor ha wala sheegaybo waana intay rabaan waa maalintii lafta gareen laga adkaan waayo madaxa ay furan iyo hadalkooda meel mari waayo waxa la rabaa hiiraan state in la dhiso oo la soo gooyo hudur iyo waajid waajida maya tajeeglow meelay rabaan tajeeglow bay rabaan inay soo gooyaan tajeeglow ay dhahaan hiiraanay ka mid ahayd tajeeglow anaga qaadanay lafta gareenow kor u boog dhulka u dhac nimankii ogaadeen ay yiraahdeen bakool sare
هوشانا لوضع لكن ما هاي فرن حيوانك موغا حيوانك ماشي لودي بتي موغا اصار الوشا غي سنيا ماشي لو صعد وحويان هيران استيت يبقال سرعيا لو صعد كدب باي محينو تريس شان تكون اذا ماذا هبدا هيران لغو اروريي فير فير او لو وضا بقال ان لقليو وجددوا واسداس هدي لقبسن واينا ان معني قبل كان هيران استيت ليرادو مركز شبيلة ده حقير ربان انه كدران مركز هدي هيران شبيلة ده بنادر استيت والله بنادر استيت هيران استيت ها ايق وحيلين دارود وانا استيت بديي هاد اغلق هذا في رهوية انو سمسكرين دارود وانا اغلق بديي جبلين وقبستضي الاساسي غاتم وصو ساري روح وصو ساري بلين هوية واحبا ما قبنو وإن أنا أنا بنادر استيت على بعض الشباب أسكون درنا هيران استيت وإن أنا سوقينا مش اللي يراد محيي مجال عد تجار لو ماس إن أنا كسر درنا هيران استيت نمكي وجايدنا عند أنا إذا كنا بقول سردين سكدستا عن قو أقول أنا أما ما مول يا رجال أكدنا راح وين نضم بمركب مش الغوينا إيرك الغوينا إن كان على صعدة وإن تاس وحكر الله ما صعد marka ina adeeryaalo Soomaaliye Soomaaliye maaba Hassan Sheikh Mahmud ma markaan Soomaaliye waxaas ma saxba ma Soomaalini baba ninka maxaa loo qabalay yahay hada daray iyo majeerteen iyo harti way is difaacan anaga hawiye yaa naga qabanaya dawladnimada hadana ku darsaday hoob oo isticmaalaya daarood niman ahayn oo ogaadeen la yiraado daarood iyo wuxuu yahay aan la aqoon oo sida hadda la sheegay oo sheegay ninka la yiraahdo professor Gandhi ogaadeen community wayan buur qabiil ma waa nin u dhashay daarood ogow waa nin u dhashay ogaadeen Sheikh Qasim Sheikh Salah waxaan rajaynayaa inuu markay seeqadka uu ka yara go'ay balse laakiin waxaan isku day doonaa sheekha inaan dib u soo qabanno hadii uu joogo ماركيس أرادة بإذن الله بارشة قاسم كسعة هدي إله يكرال نقود برت هذا كود ها أمرك أنك لا يرى البروفيسور غاندي أيا قري أجارين دارات مع أصل كيس وكوميونيت سكوت تجي وعي قاب الصوب بحذي هاد البروفيسور كهذا الكيسة أنك دارات وما نحط أنك أجارين لا يرى هذا دارات بكم قش ما بقي وكير وعو كيري أنك لدي جرحان زدارات وعو يري دتك وعي عيان أجوران يجي بويري فيري وأرقي ييري بروفيسور غاندي أجوران يجي أنا يجي أنا دارود ما بني مارك ننك عن دارود كشيق عنا هوية عقرب كسينة ينا دولتنا مدي والوغا عياريا ميل قرج جحان كوادنا بوير قرج جحو شيق عيو وابقول سر إن لدسا قرج جحو شيق عيو وهيران إن لسمايا استيد هيران استيد ليرادو بقول لك لغير صدا قرج جعسو نقوة دا هي قرج جعو شيغا يو وشبالة دا حي لغو صغ دارا بنادر قرج جعو شيغا يو شبالة دا سواء لغو صغ دارا بنادر أولا إرادة بنادر استيت هيران استيت بقول سر استيت نقا قرج جعانو نقوة دا نقوة دا إلان حمسن مرقولي هاي ميلان لاقونا اندلك قرد جعان او دينا ساسواي هل كاوان وانا قرج جعوان waan horay la yaa wada fikradaan marka fikradaan shirki midlood lagu sheegay yaa sheegay dib ugu noqda shirki midlood muqdisho qorigi cada ninka dhahayay muxuu ahaa cali mahdi yaa ku xigay nin la yiraahdo odwa oo habar gidir muxuu yiri wuxuu yiri hawiyow hadaad farmaad naga saartaan talada anaga nagu soo celisaan banaadirni isteedan ka dhigayna horan aniga iyo Hassan u go'aaminay shabeelada hoose in lagu soo daro banaadir go'aankeen hor u ahaa buu yiri wasiirka arimaha gudaha markaan aniga ahaa xiliga Hassan ayaan go'aamiyay wayno suurta gali weysay hadda shirka midlooda ku leeyahay way madaalahan daa'i madaalahan hadda jooga nafsadiisa gobolka banaadir gudoomiyaha ka ah wuxuu yiri 107 shabeelada hoose hawiya iska la wiiri raxweyn u xumayaan Soomaa waatu hadda isteed uu magacaabay ma garasbaare raxween ba iskale meesha garasbaare lagu sheegayo waa tabeela tabeelasha Ibrahim tabeelaha meesha la yiraahdo waa madiino
مدينة أنا قاعد أسكله راح وين بأسكله مدينة حدودة أفجوي مدينة إلى جزيرة مرتا دقيلي مرفلو دول كيس لا أربع ركن صلقي وينا لا أربع ركن واحد لا أربع ركن ها ما أنت إن مقدش لقو درس هذا قبلة أو است دقمي ولا ما قاعو للباب كي كمتة والله وروي دول كراح وين بالله بوايا مركز رونتي شيخ قاسم لكن محاها وي الدارات اللي بضبها كدري لولك الدقل امري فلا اقرا هداد افير ستت كسمايو وقاعدين باقى بصدي هدا يقو كيان وطا ودول الدقل امري فلا ماركي سي هدنا هوي معنى لولك الدقل امري فلا قريرات رد بيبا اوصا ميستين او صوت سنترال لينا الدنيا دولنا ايكا ايبين ايين وايي قدن بيه سندي قدن بيه لقا صوب الله ببورتين لي هدو ايكا صوت دقين لقا صوب الله بلاي قال كعيو الاي امو ما يكوداي الدورو waxaa ku diray dhulka digli mirfla oo qura mid kale dawladnimada ma digli mirfla kaliya loo sameeystay niyo arintan arin waxay ahayd laga soo min guuriyay Ethiopia ama laga soo min guuriyay reer galbeed oo ah in dhul la dhaco waxa lagu leeyahay waa in la dhaca waa in dhul la dhaca adduunyada ku dhisanta oo waxay yiraahdeen waxay soo galiilsadaan oo دليل أي كدكتان سدان مقلاي وحي دليل كدكتان وحي لا يقاني إمبراطوري ديو تاريخ واد مركا أغرسيد إيو دادك اللوش أو دادك اللغوش قيس انجري نفس إنا الله سمين الكودة لغاتو لغوش قيستو أيا جرتا أقوان واحا جرتا بوغاق لقوري أو أيغا كسو هكتين أو دادك اللقايبيي oo markii la fikiray wax la yiraado aan kasartis ee library ee sociality ga marka la sameeynaay ayaa waxa la fikiray dadkii dhulka loogu yimid marka waqtigaas qoraadeel la diyaariyay oo la yiraado aan ashisha iyo maxay ahayd oo orienti iyo start society wax la yiraado oo la alifay ayaa jirta waxa ay anaga nagu wadaan marka waxa la yiraahdaa gumeysi inuu meesha ka baxo isla gumeysi la abuuro dadka dhexdood oo dadka la kala sareysiyo dad dhulka looga tagto marka Soomaalidan oo nimankan faradheerta loo yaqaan ama maxaatiriga loo yaqaan gumeysiga wixii soo guuriyay soo min guuriyay oo dadkan hadii la xureeyo meesha looga tago dal loogu soo toosaayo male hadhowdi waxay noqonaysaa meel nin walba xukuumadiisa ah marka waxaa la yiri hawiyaha iyo daaroodko isku jira dhulkan raxweyn habboowaan waa ku talagal wey waa laga soo dhaadhiciyay laakiin anigu waxay naga soo galayaan magaca diin baan wadnaa الاتحاد بان على الدعاء الاتحاد الإسلامية والجهاد العالمية معايا والفيدرالية معايا الدولة الإسلامية وحنا وحبك متجرا فكرة دي رير قلبات وقمي إلا إن من كان إسلام ما إنا يسن وذن وحد دي للكوة دستور عن سمي سنين في الأس واي المركز السميني وعدين هرتا ورغضان على باب بإيو راح وين تدن ororodood waa la soo baabii waxa la SYL ku soo duubira kuluba iyo leeba noqda hadii kala gumeysraac baatin waa been ayga hadafka gumeysiga wata dhul boobay wateen way midaysnaayeen ila hadda maanta waxa taala marka hawiye iyo daarood waxa taala ninka la yiri labada qofood isdagaal sanayeen oo sooyinta ay ku dagaalameen oo la yiri niyo ugar ma celis dadka ma ugar celis maxaan ugar celiyaa buu yiri labadan qof dagaalamaya dhexdooda beertayda ku jirtay beertayda caawi ayaga isku dhagan yaa beertayda ku jirtu yiri beertayda dhana maqan buu yiri ayaga soo yiri isku haystaan hadda hawiye iyo daarood waxay isku haystaan dhulkii raaxweyn hala boow loogu talagalay daarood uu qaatay saddex gabal oo la yiraado budle jubaleen oo xasan sheekh maxmuud bixiyay haddana waxay leeyihiin انت كلا عن قاضنه وانتاس وي كنت ترقل وي الله قلت ترقل يديه لي مرفلو وي شيخ قاسم اضر رالي التليفون كدو دوانا هيا دولة دي كعان كملتريق وحي هاي دولة سنترال اف صوماليق و دولة دحي اي هاي ضد كهد جوغا
waxay dhahayn waa la dagaalamayna waxaan rabnaa in maamulka la baahiyo oo dowlad furfuran laga dhigo federaal ah dagaal dheer kadib dowladdii centralka 91 meesha way ka baxday su'aasha marka aan ku weydiinayo waxay tahay haddii dowlad central ah 30 iyo 100 sano ka hor lala dagaalamay federaal la qaatay qof walba deegaankiisa inuu maamulo lagu heshiiyey sababta hadda xasan sheekh maxamuud iyo hawiye ay u raadinayaan